لحد الان كل شغلنا بالريكتيفايرز استعملنا ايش؟ ايش الكومبوننت الرئيسي اللي استعملناه؟ طيب الان رح نصير نستعمل اس سي ار. اذا لو اخذنا الان لو اخذنا هون ريزيستيف لود وعندي هون اي سي سورس واخذت هون رح احط هذا الاكسس اوميجا تي وهذه هون في اوميجا تي ولو كانت هاي في لود اوميجا تي في الويف فورم الاصليه لو اني هلا لو كان هذا uncontrolled هاي الويف فورم رح تطلع معي مش هيك بس انا رح اخذ من الزيرو كروسنج هاي الزيرو كروسنج مش هيك متذكرين هذا التعبير سمعتوا التعبير هذا هاي اسمها زيرو كروسنج هاي اسمها زيرو كروسنج هاي اسمها زيرو كروسنج الزيرو كروسنجز مهمه لانه الزيرو كروسنجز هي اللي بعمل معها سينكرونايزيشن ايش يعني سينكرونايزيشن توقيت تزامن فانا لازم اعرف الزيرو كروسنج تبع الويف فورم عشان منها اعمل تاخير التاخير هذا الانجل شو بنسميها الفا نرمز لها في معظم الكتب ترمز لها بالرمز الفا الفا بالنسبه لمين بالنسبه للزيرو كروسنج والفا بالنسبه لمين نفس الشيء هون للزيرو كروسنج وهكذا اذا الفا والفا لاحظوا انها زاويه والاكسس هذا عملناه اوميجا تي اللي هي ايش وحدتها هي ثيتا كانها مظبوط اوميجا تي وحدتها راديانس اللي هي كانها ثيتا راديانس ولذلك انا هاي سميتها الفا راديانس او ديجريز اوكي اذا انا راح اخر طيب شو تغير بالنسبه لهذا اللود هذا اللود ايش راح يشوف الان شيء مختلف ايش راح يبين مختلف بالنسبه له الار ام اس والافرج الار ام اس والفولتج والافرج هلا الويف فورم راح تطلع عندي على الاوتبوت على في لود راح يكون شكلها زي هيك لساها طبعا 2 بلس بس شكلها اختلف اختفى هذا الجزء اختفى هذا الجزء منها من هون فانا صارت الان مالي بتغييري لالفا عم بغير في لود ار ام اس وفي لود افرج مزبوط غيرت الار ام اس هلا صار عندي كنترول بديت اتحكم صار التحكم تبعي الان عن طريق الفا بتغيير الالفا انا بقدر اغير الافرج تبع هاي الويف فورم من القيمة الأصلية تبعته قديش كانت القيمة الأصلية لو كانت ألفا زيرو قديش رح تكون في أفرج لهاي الويف فورم لو كانت فول ويف ريكتيفايد شو كانت رح تكون في أفرج بتساوي في بيك على على باي على 2 إذا عندي في أفرج بتساوي في بيك على باي على 2 هذا لمين؟ للفول ويف مزبوط وفي أفرج بتساوي في بيك على باي لل هاف ويف مش هيك؟ بس هذا على فرض انه الفا قديش؟ زيرو اذا هاي متذكرينها؟ لو كان عندي يعني هاي شكلها هون الويف فورم اللي هي الفول ويف راح تكون هيك والهاف ويف مظبوط؟ اذا الويف فورم كانت فول ويف ريكتيفيكيشن الافرج تبع الويف فورم راح يكون في بيك على باي على 2 هذا من السيركتس اخذتوه بالسيركتس مزبوط واذا كان عندي هاف ويف ريكتيفايد راح تكون في بيك على باي مزبوط بيك تبعها الار ام اس تبعها ايش راح يكون لو كانت عندي فول ويف ريكتيفيكيشن راح تكون عندي في ار ام اس بتساوي ايش بتساوي في بيك على جذر التين مزبوط هذه بأي حالة؟ ساينوسويدال بالساينوسويدال، هون لما صرنا هون شو صار؟ شو اختلف؟ هل هاي الويف فورم من ناحية الـ RMS هل بتختلف عن هاي الويف فورم؟ تتذكروا هذا نفس المناقشة صارت معنا المرة الماضية. طلعوا هاي الويف فورم، هاي الويف فورم ايش؟ هي اصلها ساينوسويد عملت لها فول ويف ريكتيفيكيشن هذه الويف فورم هي ساينوسويد الويف فورم رسمي هون سيء بس هي الافرج تبع هاي قديش؟ زيرو الافرج تبع هاي قديش؟ في بيك على فاي على مظبوط؟ طيب الار ام اس تبع هاي قديش؟ نفسها مش هيك؟ هل الباور هل الريزستر بمانع اذا الباور اللي انت اعطيته اياها
كانت جاي من بوزيتيف فولتج ولا من نيجاتيف فولتج ولا من بوزيتيف فولتج ولا من بوزيتيف فولتج، مش هو راح يعطيني ديليفري لنفس الباور؟ اوكي. اذا الار ام اس تبع هاي الويف فورم هو نفسه الار ام اس تبع هاي الويف فورم، يعني كل اللي عملته شو عملت؟ بس انا راح اربعها اصلا مش بالار ام اس، راح اربعها، ولذلك لاني ما ربعت الافرج ما تساوى، بس مين اللي تساوى؟ الار ام اس. اوكي. اذا عندي الار ام اس تبع هاي الويف فورم بيساوي الار ام اس تبع هاي الويف فورم، الار ام اس تبع هاي الويف فورم هو في بيك على جذر التنين، اذا الار ام اس تبع هاي الويف فورم هو كمان في بيك على جذر التنين. اوكي ماشي واضح تمام. طيب لما تصير هلا هذه، هلا هذه هون فول ويف ريكتيفايد، شو بصير عندي هلا الار ام اس لما تصير هاف ويف ريكتيفايد؟ شو بتتوقع؟ هل هي على اثنين ولا على جذر التنين؟ على جذر التنين. متذكرين المرة الماضية لما قلنا كانت عندي ويف فورم من أقسام أجزاء أخذنا تحت الجذر وقلنا عندي نص في إشي تربيع زائد نص في إشي تربيع، مظبوط؟ بس بالحالة هاي النص الثاني إيش قيمته؟ صفر. إذن هذا راح يختفي مش هيك؟ إذن أثر إنها النص شو صارت لما حولتها الـ RMS؟ صارت واحد على جذر التنين. إذن صارت في بيك على جذر التنين، هاي الأصلية موجودة بس قسمتها كمان على إيش؟ على جذر التنين. جذر التنين في جذر التنين؟ ماشي. الكل فاهم هدول؟ فاهمين هاي؟ فاهم. هذا كله طبعا هون uncontrolled، ألفا بتساوي زيرو، هدول كلهم uncontrolled، هذا الافرج والار ام اس والافرج. طيب نطلع هلا هون الكرنت ايش راح يكون عندي بالحاله هاي؟ ايش اللود هون؟ ريزيستيف. اذا ريزيستيف ايش راح يكون شكل الكرنت بالنسبه للفولتج؟ نفسه بس سكيلد فيرجن، راح يكون اصغر بس او يعني مقسوم على قيمه ار، فشكل الكرنت اللي راح يمشي عندي في هذا الجهاز او هاي الديفايس يكون نفس شكل هاي الويف فورم. مثلا هاي اذا كانت قيمه ار فرضا 2 على 3 مثلا او نص تقريبا. اوكي ماشي واضح. اذا هذا الكرنت اللي بيمشي عندي. واذا بدي احسب الان الافرج كرنت في ار كيف بحسبه؟ الافرج فولتج بقسمه على على ار. وإذا بدي أحسب الـ RMS current اللي بمر في R شو كيف بحسبه؟ إذن I RMS بيساوي V RMS على R، و I average بيساوي V average على R. أوكي؟ مفهوم تمام هيك؟ طيب الـ power اللي بيسحبها هذا الريزيستور شو بتساوي؟ RMS تمام. اذا بستعمل RMS ولا بستعمل الافرج؟ بستعمل RMS. اذا عندي الباور تبعت اللود بدها تساوي I RMS تربيع في R او V RMS تربيع على R. طيب لو تغير، لو صارت الالفا مش صفر راح يتغير؟ هلا بدنا نيجي. طبعا هذه هون كلها على الفا زيرو، هذا كله على الفا زيرو مش هيك؟ هلا راح نشوف بعدين، راح نعمل نطلع فورمولا ونحسب ايش بصير عندي الفي اوتبوت. اذا انا هون لما باخر بالزاويه هاي الفا والكوندكشن انجل بنسميها بيتا، هاي صارت الكوندكشن انجل، الانجل اللي بعمل عليها كوندكشن. إذا أنا بدي هون بدي دائرة شو تعمل حتى أغير هاي الزاوية ألفا؟ إيش الدائرة لازم تعمل؟ بدي دائرة إلكترونية، شو بدها تعمل لي هاي الدائرة الإلكترونية؟ بدها تقرأ الويف فورم اللي موجودة هون مش هيك؟ لازم يكون في عندي ويف فورم موجودة هون تعمل ديتكشن لهذا، وتعمل ديتكشن لمين؟ لألفا، للزيرو كروسنج. ومن الزيرو كروسنج راح تأخر البلس اللي راح تيجي لهذا الإس سي آر. لاحظوا هذا الإس سي آر وين راح أحط أنا البلس هاي بين مين ومين؟ بين الجي والكي مش هيك؟ بين الكاثود والجيت. الفولتج يعني ما في فولتج بحطه على شيء طاير بالهواء، على جيت بالهواء مظبوط؟ الفولتج اي هاف تو امبوز ات بين مين ومين؟ بين جي وكي. اذا هون بدي احط الفولتج او الفايرنج سيركت بدها تشتغل على الزاويه ما بين
جي وكي. خلينا هلا نشتق معادله